مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة نزور شاعرا أثر إلا أن يترك بصمة في قلوب محبيه قبل أن يتركها على الورق، يغرس الابتسامة فعلا لا قولا فقط. إنه شاعر سوري أخذ عن بلده الأمل متشبثا به وبظلاله على أمل أن يعود قريبا، وهو يأتزر بردة النصر وفرحة التمكين. من أورفا في تركيا عبر سكايب معنا شاعر سوري حسن قنطار. أهلا بك حسن. يا مرحبا أستاذي، يا مرحبا، حيا الله، شكرا لكم ولهذه الاستضافة الجميلة في قناة الرافدين التي نفخر بها وببرامجها. وأنت كذلك أنرت بيت القصيد. يا حسن، بداية دعنا وقبل أن نذهب إلى القصائد أسألك لو سمحت، كيف يمكن للشعر أن يحافظ على منظومة القيم؟ تفضل. الشعر يا صديقي روح متجددة. نعم. الشعر روح متجددة، قد يخبو صوته لفترة لكنه لا يموت. والعربي بفطرته مسكون بالشعر، ولطالما احتاج إلى ما يستفزه. والقيم هي تلك الثوابت التي تستنفر الشعر وتوقده. نعم. ربما ليعود الحصن المنيع الذي يذود عنها، أو ليبني عليها من جديد سننه، أو ليثور ويجند ضد من يطالها. وقديما قالوا: ولولا خلال سنها الشعر ما درى، بنات العلا من أين تؤتى المكارم. الله. فالشعر روح متجددة. الشعر روح متجددة، وننشد روحك أن تكون كذلك متجددة، وهذا مما لا شك فيه طبعا، إنما نحن نؤكد المؤكد ونعزز ما يستحق التعزيز. أستاذ حسن، دعنا نذهب إلى باكورة القصائد، وأولى القصائد التي ستقرأها علينا، ترى ما الذي اخترته من أجلنا؟ إلى القصيدة الأولى تفضل. القصيدة الأولى يا سيدي، أحببت أن أتضرع إلى الله على طريقتي. جميل، تفضل أسمعنا. أقول: إلهي كم يلاعبني يقيني، إلهي كم يلاعبني يقيني، وكم قطعت بالنكران ديني، ولا برهان يعصمني اتزانا، ولم أقذف إلى يم أميني، فهب لي من لدنك اليوم عقما فلا ألد المواجع بعد حين، وأدركني إذا جفت دلائي بطوفان وجودي أميني، لقد خفت الموالي من ورائي فلا يحيا أراهن أن يقيني. لقد خفت الموالي من ورائي فلا يحيا أراهن أن يقيني. جميل. يقيني أنني أدعوك طهرا، وهذا الوعد أحفظه رهيني، فعجل بالنوازل إن قوما علوا قسما بزيتون وتيني، يغازل عهرهم محراب غدر، وصومعة تزغرد فوق طيني، ألا عذرا إله الكون أني أعاجلك الشكاية بالونين، جليد الطفل أفقدني صوابي، ونوح الأم يأخذ من وتيني، وعهر الكون يرقص باصفرار، وذئب الموت يأكل من يميني، وأثقل كاهلي حمل امتحاني، وتيه الذل راغ على جبيني، وهاروني يساوم في غيابي، ونار الطود أخمدها معيني، ألا تبت يداي وتب قولي، إذا عتباك لا تروي أنيني. الله الله، ما أجمل هذه النبرة الصوفية التي لم تخلو من الحزن العميق و جلد الذات، انطلاقا من رغبتها بأن يكون الدعاء
مقدمة إلى تشكيل وجع أو تشكيل علاج لهذا الوجع الذي لم يخمد ولم يبرد في جسد هذه الأمة. ربما يقول قائل: لماذا أنت محبط بهذه القصيدة يا حسن؟ لماذا لم تجعل خاتمتها مفتوحة أو فيها شيء من الأمل مثلا؟ لعل الظرف هو الذي يصقل ويستفز ما يعانيه الشاعر من الداخل، لكنني أجدني أتضرع على طريقتي كما قلت لك، فلعل ذلك الألم هو مفتاح لفرج مرتقب، فأن نقفل القصيدة على غموض لعل ذلك يخلق عند المتلقي أشياء أكثر في المستقبل إن شاء الله. أحسنت. حسن قنطار، شاعر من سوريا، ما المطلوب من أجل بناء الإنسان في أوطاننا المتعبة، ولك أن تسميها أيضا المتعبة، إلى الإجابة. حقيقة هي متعبة ومتعبة أيضا، متعبة بما أثقلها من أوزار الكون، ومتعبة بما نعانيه نحن من أثقالهم أيضا وأوزارهم. المطلوب يا صديقي أن تستمر ثورة البنائين لأجل بناء الإنسان، يجب أن تستمر ثورة البنائين. والشعراء أجد ذلك يعني أقرب إلى المحاججة، الشعراء هم الأقرب إلى إلى البناء. استثارة، تحفيزا، تجديدا، حتى تصاغ القيم والثوابت والمبادئ التي تبني الإنسان في قالب جديد يوافق تحديات هذا العصر. الشاعر هو الأقرب إلى البناء، وهو ثورة بحد ذاته. هذه النظرة التفاؤلية ربما كانت محاطة بالكثير من القيود، منها أنك تعيش مغتربك، ومنها أيضا أنك بعيد عن أهلك الذين تحب، ومنها ربما فقدانك حقيبة الذكريات. باعتقادك يا حسن، وأريد الآن إجابة حية لا إجابة شعرية، الذكريات التي يخلفها الواحد منا في وطنه حين يخرج منه عنوة، كيف له أن يستردها ويعيدها ويحافظ عليها حتى يورثها إلى الأجيال اللاحقة، فلا تنسى الأرض ولا تنسى الجذور؟ الذكريات لا تنسى يا سيدي، الذكريات يعيشها الإنسان في كل نفس يتنفسه، لذلك هو ينقل هذه الأنفاس إلى الأجيال القادمة. إلى قصيدة جديدة يا حسن، زدنا، فإنا والله لم يعني نرتوي بعد من هذا الظمأ الحلو. أبشر، وهو أبشر شعرك الجميل. أبشر، لكنها قصيدة مؤلمة قليلا. وليكن بها ونعمت. حدثوني، حدثوني ويحكم، كيف حال الأمكنة؟ كيف باتت قرية تحت عزف المطحنة؟ كيف غارت دمعة في بحار الشيطنة؟ حدثوني ويلكم، كيف نامت طفلة وسط أسراب الهزيز؟ قبلتها ليس إلا مرة إحدى أجناد الأزيز، أبدعت في رسم وردة فوق سفح الحاجبين، أسلمت رأساً صغيراً بين أحضان الوسادة، ثم نامت مقلتاها خصلتاها حاجباها، ودعت روح صغيرة تبكي إحدى الوردتين. يا الله. خبروني ما لكم، هل تجهلون العنعنة؟ عن جداري، شرفتي، عن غرستي، عن ركايا جدتي، عن حكايا القرية، عن سقيفة بيتنا لازلت أذكر أنني خبأت أولى رسائلي في خصرها، كانت تلف في أحضانها شعرا يعانق زهرة مهزوزة لا ضيعتها الأزمنة. حدثوني ويحكم.
حدثوني ويحكم وأنت لا تنفك تحدثنا وتفجر براكين الألم وشجون في نفوس كل من يؤمنون بالإنسان ويؤمنون بأن الكلمة قادرة على أن تفل ما لا يمكن أن يفله الحديد. حسن قنطاري، إلى أين تأخذك القصيدة حين يكون موضوعها إنسانيا ومؤلما على وجه الخصوص؟ الغالب أن الآلام يا أستاذي في دائما تقذفني إلى لجج من التمرد. نعم. بادئ الأمر أتمرد، يتجعلني الآلام أتمرد، ثم أدرك نفسي وأعيدها إلى الانتظام قليلا، وكأنها ثورة تنفجر كبركان غاضب إلى أن تتزن ناره وتستمر القصيدة بتوهجها إلى آخر المطاف بهذا الانتظام، لكنها تبدأ بثورة ثم تنتظم. نعم. إلى بواعث الإبداع ومفجرات الرغبة بالكتابة، ما هو أكثر ما يحفزك على الكتابة؟ أكثر ما يستفزك؟ أكثر ما يجذبك ويشدك إلى الورقة والقلم؟ تفضل. السؤال الذي هو السؤال الذي يستفزني أيضا، فالمحفزات كثيرة. نعم. لكنني أجد أن أجلها وأشدها وأثقلها سأصوغها بلغة شاعرية قليلا، كسرة خبز لا تكاد تطالها يد جائعة حتى تدوسها أقدام الطغاة. ما يحفزني ليس الفقر، ولكن أن تجد عربيدا يترنح في أزقة الفقراء. ما يحفزني ذلك التشرد المدروس، ذلك الوطن الذي إذا أردت أن تقبله فاجأتك شفاهك بالجفاف، فلا أنت تذوقت لذيذ تربته ولا هو أحس بك. يا الله، قاسية هذه الإجابة ومعبرة جدا. حينما تعصى عليك فكرة ما لنص معين لم يولد بعد يا حسن، وحينما تتمنع عليك الكلمات، كيف تتصرف من أجل إنقاذ فكرتك الشعرية التي لا تسعفك لتدوينها وكتابتها؟ نعم. أي كلمة؟ ماذا نعم تفعل؟ نعم، أنا الآن أعطيك سراً، أبوح بسري. فأنا لا أكتب إلا عندما أجد الفكرة مأسورة، نعم، أو لنقل غارقة في حبري، ثم هي تستصرخني وتستنجدني، يعني تطلب مني النجاة. نعم. فلست ممن يكتب إلا إذا أرادني الشعر أن أكتب واستجداني لأجل أن أكتب، ولعلها حالة عند الكثيرين. فلا يمكن للشاعر يا مصطفى أن ينحت في صخرة صماء ثم يخرج للناس ليقول هذه قصيدتي، ستكون قصيدة ميتة لا شك. نعم. في زمن التغريب وتهديد الهوية، لا سيما هويتنا العربية، ما المطلوب من أجل حماية هذه اللغة؟ هل من أساليب، من نصائح، من أفكار، حتى نعم، ننجو بلغتنا ونورثها صافية لا شوائب فيها؟ نعم، لحماية لغتنا الجميلة الواسعة اللطيفة الوارفة، لحماية هذه اللغة العظيمة، يجب أن نحقن الأجيال بمناعة الأدب. هنالك حقن تسمى الحقن الأدبية باصطلاحي، يجب أن نحقن بها الأجيال مناعة الأدب شعراً، نثراً، قصة، رواية، وأبواب الأدب مفتوحة ومطلقة، ثم أن نطعمهم اللغة طازجة نحواً وصرفاً وعروضاً وتاريخاً ومجداً، فهي لا تزال وستبقى مطهية وشهية وطازجة. نعم. بعيدا عن الشعر والشعراء، قريبا من العامة، من الناس الذين يبدو أنهم يعيشون حالة تغريب، هناك فجوة واسعة ما بينهم وبين العربية، هل من طرق معينة، هل من نصائح معينة من أجل لفت نظر هؤلاء العامة من أبناء اللغة العربية إلى لغتهم الأم وأهمية الحفاظ عليها؟ بعيدا عن الشعر، ودعنا، لا أريد أن أقول راديكالية الشعراء، لنتحدث صح عن العامة قليلا، ماذا يمكن أن ننصحهم من أجل الحفاظ على اللغة العربية؟ أنا
إذا أردت أن أنصح العامة فعلينا أن ننصح القياديين قبلا، فعلى الشاعر أولا أو على الكاتب أو على الأديب أن يعيش مع العامة همومهم ولغتهم حتى، وأن يعيشهم. من هنا نستطيع أن نأخذ بيد العامة إلى المستقبل، إلى اللغة، إلى الحصانة. العامة تحتاج إلى من ينصحها، فإذا أردت أن أنصح عاميا وأنا بعيد عنه فكيف لي أن أصل إليه؟ نعم مصطفى. أحسنت أحسنت أستاذ حسن قنطار. إلى قصيدة جديدة، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ الآن سأفند في الأنثى قليلا. نسأل الله أن يخرجنا من قصيدتك سالمين. تفضل. لا هي سالمة إن شاء الله، ولعلها قصيدة لطيفة وموسيقية قليلا. أقسم الأنثى إلى ثلاثة أمور، يعني أو إلى ثلاث مراحل. أقول في مطلعها: لأنك أمي أزلت اعتباري، لأنك أمي أزلت اعتباري، اتخذتك كونا يواري انكساري، يزمل قولي دثارك حلما، ويوقد شعري هزيز الدثار. فأجني وجودي حضورا وحبا، وأسعى لقومي نبي الوقار. فأنت لحزني وبشري ومجدي، وموسى يعلو وعيسى انتظاري. فدومي حياة وبعثا جديدا، وكوني لبري وفيض اعتباري. فديتك أمي صنيعك يزهو، فداك اكتمالي وهذا اختصاري، وهذا يقيني ربيبة السعد، وشالك يغري رفيف انتصاري. فإن قلت أمي تمايل شعري، وإن صحت أمي فنوح الهزار. الله الله الله. أعد. وهذا يقيني ربيبة السعد، وشالك يغري رفيف انتصاري. فإن قلت أمي تمايل شعري، وإن صحت أمي فنوح الهزار. جميل. لأنك أختي فهذه هبات تثير اعتدادي، وتزدان داري وخنساء فوزي إذا كنت حيا، وهدلاء مجدي وبعدا دثاري. وهبتني حظين منك امتثالا، ولست أبالي فداك شطاري. وأعلم حيف الزمان استباك، وأرعد قهرا رصيف القفار. لهذا جعلتك صنوا لروحي، فكنت اليمين وريع اليسار. وتشهد حرب البلاد عليك بدرع منيع ودمع اصطبار. فإن قلت أختي فهذا لأني لبست الحياة بذات الإزار. لأنك أنثى فهذا اختصار لآدم، فضلا وحسن الجوار. وقلبا حبان الليالي أنسا، وعقلا أقام اعوجاج النهار. تغزل فيك القصيد فحارت قواف تعانق كل البحار. وخالفت فيك العباقر شعرا، فأضرمت ثلجا وأثلجت ناري، وجزت الظباء برمشك بهرا، فقطعن طرفا ظباء البراري. وإني رأيت استقامة قولي بأنثى الحياة وأنثى الصدار. لأنك مثلى كتبتني مجدا، وعنك ارتجلت شموخ القرار. وعنك ارتجلت شموخ القرار، وأنعم به من قرار. وطاب هذا الارتجال، وإن كانت قصيدة كتبتها منذ أمة
في أمك التي تحب أو تحب وبالمرأة بشكل عام حسب هذه الوصفة المثلثاتية التي جئت بها يا حسن. يقول قائل إن الجمال الأرضي لا يخلو من الإزعاج. إذا ما أردنا أن نتحدث عن المشهد الشعري، المشهد اللغوي، المشهد الثقافي على جماله، ما الذي يزعجك فيه بكل صراحة وتتمنى لو أنه لم يكن؟ أتمنى أن حقيقة يعني مصطفى أتمنى وأمقت قبل أن أتمنى أمقت تلك الشلالية الصفراء في ألوان الأدب، الشلالية الحاقدة التي تجعلنا نتحيز للون دون آخر، لفئة دون أخرى. تلك الشلالية عمياء، فالأدب جماع وحمال، وما كان عندك فضلة كان عند غيرك عمدة وبالعكس. نعم مصطفى، أحسنت. وما هي الأمنية الآن؟ الأمنية أن نعود أن نعود إلى آدابنا بأمجادها. قديما أسلافنا لم يكونوا على هذه الفرقة، في حين أنه كانت تجمعهم حتى المعارضات، تجمعهم حتى التناقضات. صحيح. عندما كان يهجو الفرزدق جريرا أو بالعكس، لم يكونوا على هذه الشحناء، كانوا على فجوة أدبية وعلى ألفة إنسانية، وكان الاحترام سائدا بينهم حتى وإن كانوا أعداء. وإن كانوا على الورق والقصيد يتقاذفون السباب، ربما الشتائم، ربما الهجاء، لكنهم كانوا في الحياة إخوة وأكثر. أحسنت يا حسن. هذه الإجابة ربما تقودني إلى سؤال جديد، ما الواجب على الشاعر في معركة الحفاظ على الأخلاق بحسب اعتقادك؟ ماذا يتوجب عليه؟ يمكن أن ألخص ذلك بأمور، يعني تفضل. يمكن الشاعر عليه أولا أن يكتب لأجل مجده فيعلو به. نعم. الشاعر عليه أن لا يدفن نفسه بعيدا عن متغيرات الحياة. الحياة تتغير، وعليه أن يتلون معها وأن يماهيها حتى يستطيع أن يحصن القيم التي ينشدها في آدابه، في شعره، في كلماته، في حروفه أيضا وقوافيه. أن يدرك حينما يكتب أنه روح أرسلها الله لأجل البناء لا لأجل أن تهدم. ليس شاعرا من لا يترك بصمة خاصة به، بصمة إبداعية ابتكارية للون جميل في الحياة. ليس شاعرا من لا يترك بصمة خاصة به تحمل لونا جميلا من أجل إنقاذ الحياة. هذه هي نصيحة الشاعر حسن قنطار لكم مشاهدينا الكرام. متواصلون مع ضيفنا، ولكن نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفنا عبر سكايب من ولاية أورفا بتركيا الشاعر السوري المتميز بأخلاقه قبل أن يتميز بمنطقه وقوله وشعره، الأستاذ حسن قنطار. حياك الله مجددا يا حسن، وأهلا وسهلا بك مرة أخرى في بيت القصيد. سعدت بك كثيرا وبهذا البيت الجميل. وأنا أكثر سعادة للأمانة. وقبل أن نعود إلى الأسئلة وإلى النقاش، اشتقنا إلى الشعر، وربما تحمل علينا أو إلينا الجديد في هذه المرة. نريد منك أن تحمل إلينا، لا أن تحمل علينا، وحاشاك أن تحمل علينا. لا، احمل لنا الآن جديد شعرك، تفضل يا حسن.
الجديد أم الجديد القديم؟ أريد أن أضع بين يديكم الآن في بيت القصيد قصيدة عنونتها بنرجسية عاشق. نعم، ذكرتني ببيت شعر يقول فيه صاحب، وهو اعتذر للمقاطعة، يقول فيه: قليل منك يكفينا ولكن قليلك لا يقال له قليل، وكذلك نقول لك قديم منك يكفينا ولكن قديمك لا يقال له قديم. إلى القصيدة يا حسن. نرجسية عاشق، هذا هو العنوان. جميل. أنخت بأرض من أهوى حروفي. هذه القافية التي يألفها البعض ويمقتها الآخرون. لك أن تقرأ ما تحب واترك للمتلقي الكريم أن يتمتع بجماليات هذه القصيدة، بعيدا عن جمهور القافية ومن يريدون أن يعقدوا كل سهل، وهذا رأي كثير من الناس وأنا منهم وأنت ولا شك. إلى القصيدة من جديد، ذكرنا بها عنوانا وابدأ بها، تفضل يا حسن، لك الكلمة. نرجسية عاشق. أقول: أنخت بأرض من أهوى حروفي وأجريت القوافي في السيوف وأذكيت المعارك من قصيد وبعض القول أدعى للحتوف أصول القول تسقى من يراعي وبحري لا يعكر من جروفي. أصول القول تسقى من يراعي وبحري لا يعكر من جروفي وأبقى البدر ما احتجبت سماء ولي وهج يعتق بالكسوف. فلا تكثر علي ولا تزدني ولا تقسم فما حنثت ظروفي وهذا الفخر توجني لأني أنخت بأرض من أهوى حروفي. الله 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 الله. أتعجب إن أتاك اليوم قولي يخيط الفخر بالغزل اللهوفي؟ فما المنشود من نظم رتيب وما المأمول من هذر الخلوف؟ وذا نظمي طويت الليل كيما يغازل ظبية وسط الحتوف، ولست الآن أستجدي المعاني، ولا والله ما خانت حروفي، ولكن اليراع لدي سيل ولا ألوي القوافي عن عزوفي. أتسأل كيف طاوعك البيان وراقصت القلوب مع السيوف؟ أجابتك القصائد ذا لأني أنخت بأرض من أهوى حروفي. أجابتك القصائد ذا لأني أنخت بأرض من أهوى حروفي، وأنا أنخت بأرضك، وأريدك كذلك أن تستريح بجلستك قليلا إلى الوراء حسن حتى تبدو الصورة أكثر وضوحا وجمالية. أحسنت حسن. هذه القافية التي اتهمتها ظلما وبهتانا، وهذا ربما يكون قول كثيرين، لماذا زعمت في بداية إلقائك أن هذه القافية قد لا تكون محببة لكثيرين رغم أنها جاءت خفيفة عذبة ناعمة منسابة كالماء؟ لماذا هذا الجور على ذاتك؟ هم يعتقدون بحسب ما يوشى إلى أذني أن هذه القافية مطروقة كثيرا وأنها الفائية المكسورة. أولا هي فيها شيء من الانكسار والانزياح إلى السكينة أكثر منها إلى العزة، في حين أنك تقول نرجسية عاشق ثم هي فائية خفيفة مكسورة. أنا أبرر لنفسي كوني أنا الشاعر في هذه القصيدة وأنا الذي أنا الرائد فيها، فأنا لا أعني بالنرجسية ذلك التعالي بقدر ما أعني به ذلك التواضع. أحسنت. الذي يعيش مع الحياة. أحسنت. نعم. يا حسن، فبعضهم يجدها نعم. كلاسيكية فيعزف على منواله أشياء أنا أحياناً أردها لا ألفها. يعني يا أخي نحن نستخدم 28 حرفاً، هل سنبتكر حروفاً جديدة كي يقال إن هناك قوافي مستحدثة مثلاً؟ العبرة في الأسلوب، العبرة بالفكرة، العبرة بالصياغة، والعبرة بحس الشاعر ومدى إمكانية أن ينقل عواطفه ومشاعره
وما عاشه في خلجات نفسه إلى قلب الآخر. هذا هو الأهم من القشرة الخارجية، وإن كانت القافية مهمة إلا أن الإحساس والعمق والمعنى لا يقل أهمية أيضا. كما أننا لو أردنا، يقول قائل، أن نختار القافية فهذا معناه أننا نتصنع، وهذا ما يعيبه كثير من يعني الحداثيين أو من أصحاب الفنون الأخرى، يعيبونه على الشعر العمودي، أليس كذلك؟ نعم، حقيقة كما قلت لك أنا لا أجدني أتصنع حتى أنحت في صخرة صماء، فالقافية هي التي تستزديني، كما أن الكلمة هي التي تستنقذني حتى أنقذها. نعم، لا نريد أن يقول أحدهم إننا نلعب دور الناقد أنا وأنت هنا، وإنما أدلونا بما لدينا لا أكثر من ذلك ولا أقل، وربما كان كثير من المحبين للشعر والكتاب أيضا بشكل عام يذهبون صحيح. مذهبنا. حسن، ليتك تصف لنا وتشرح دور الشاعر الريادي انطلاقا من إيمانك الخاص بما يتلخص دور الشاعر. باعتقادي أن الشاعر أمة بحد ذاته. أحسنت. هو سائس، قيادي، رائد، ذو عزيمة تقود وراءها أجيال، إما أن تضل كلمته فتضل بها الأجيال، وإما أن تستقيم فتستقيم به الأجيال. الله. نعم. رسالتك إلى قصيدة لم تأتي بعد ولم تؤول ولا تزال عصية منيعة، ماذا تقول؟ أتدري أنني في ديوان سابق اسمه رماليات ليست هاربة، كتبت تحت هذا العنوان قصيدة غنائية في بحر الرمل اسمها وقفة لقصيدة لما تكتب. الله، جميل. أقول فيها: ذاكرينا يا أخيات الكما، وأعني بها الخيام التي ألقيت في الرمال. ذاكرينا يا أخيات الكما، واذكري ثغرا وأمطار اللما، والعناقيد التي كانت لنا راقصات بين سكر والسما. لست أنسى بين جدران الخفا ظبية ترشق قلبي الأسهما، صمتها الواشي لأنواع الهوى عانقت صمتي غراما مبهما. لو حرمت العشق حرفا ناطقا صاح حبري يا لها تيك اللما. لو منعت العين تحكي قصتي نشر القلب أحاديث الدما. راودت حرفي أهازيج لها تفتن الليل وترعى الأنجما. في آخرها أقول: لا تلمني. أكمل يا رجل، لا مشكلة، أكمل القصيدة. في آخرها القصيدة. أقول: لا تلمني، لا تلم قلبا سرى، وقف الحرف بأطلال الظما. هنا وقف الحرف. وقف الحرف بأطلال الظما، وزدتنا ظمأ، وشخصيا كنت آمل أن تكمل القصيدة دون أن يعني تقطعها وتقفز إلى البيت الأخير. حسن، وبكل صراحة، بكل صراحة، ما الذي تريده من الشعر؟ صارح نفسك قبل من يشاهدنا الآن. لا، واضح أمام الجميع، الشعر رسالة، الشعر رسالة نبيلة. أحسن. الأدب بشكل عام رسالة نبيلة، فعلينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية في إيصالها، في تبليغ هذه الرسالة. الشعر ليس مزاجا على أهوائنا، الشعر سنة حياة، استقامة، أصبت، أمانة، قيمة، دفاع عن القيم، عن النبالة، عن القداسة، عن الأصالة التي نعيشها نحن في أوطاننا التي ربينا عليها ولا نتركها أبدا. أحسنت يا حسن. إلى 5 مفردات الآن سأطرحها عليك، وتعطيني أنت أو تعطيني المعنى الذي يمثلك، بعيدا عن المعنى الدارج أو التعريف المتداول لهذه المفردة. أريد المعنى الذي يمثلك كحسن. لا تصعب علي. لن تكون صعبة وستكون سهلة، عذبة منسابة كالماء. تفضل. الصحراء ماذا تعني لك؟ نجاة، على عكس اليائسين. الواحة.
الواحة سعادة بعد النجاة. ربطة العنق وإن كانت غائبة عنك في هذه المرة وهي من النوادر. ربطة العنق؟ نعم. أخشى أن تقول لي هي الزوجة. لا أحبها. نعم. ربطة العنق يا سيدي وقار. نعم. لكنه وقار مقيد. نعم. الخاتم باليد اليسرى. الخاتم باليد اليسرى حب. نعم. طيب إلى السؤال الأخير أو الكلمة الأخيرة وهي السيف. السيف حق. نعم. أنت تراه حقا فقط لا أكثر من ذلك ولا أقل، أم تريد أن تسهب لك أن تضيف في هذه المفردة إجابة بما تحب؟ أراه حقا في يد حامله إذا كان مصيبا، وأراه باطلا في يد أخرى، وهذا شيء طبيعي جدا. لكن أحسنت. السيف لا يكون إلا للحق. أحسنت يا حسن. هل من رسالة توجهها إلى بلاد الرافدين العراق؟ نعم. تفضل. أريد أن أقول: ولي في أرض من أهوى حضور، مقيم الوصل لو خانت ظروفي، لها والله تعتمر المآقي. الرافدين أحبها. لها والله تعتمر المآقي، وتسعى الروح راجية الوقوف، على أعتابها سجدت فنوني، وفي محرابها صلت صنوفي. فيا بغداد كم آها أواري، فيا بغداد الرافدين مجددا، فيا بغداد كم آها أواري، فيا بغداد كم آها أواري، عناق الرافدين يثير جوفي. فيا بغداد كم آه أواري، عناق الرافدين يثير جوفي. ربما يقول لك يعني المتشددون قليلا في العروض. لا، أنا آهن واري آهن. نعم. ربما يأتي المتشددون في العروض فيقولون لك: لماذا قلت جوفي وخرقت الهامش الموسيقي هنا؟ لكنها على أي حال متاحة لحسن طالما أنه يتحدث عن جوف مجروحة وحزينة. وأنعم بحبك للرافدين من حب، وكذلك الحب السوري الذي لا يمكن أن ينطفئ. حدثنا عن مدينتك قليلا وبكل عفوية يا حسن، من أي المدن تنحدر من سوريا؟ وكلمنا عنها وعن طريقتها، ثقافتها، أهلها، أكثر ما يميزها. تفضل لك الكلمة. نعم، أنا لست مدنيا كما يقال، أو من سكان المدينة يعني بمعنى المقصود. أنا ريفي أتبع إلى محافظة حماة في قرية تسمى قسطون، وقد كتبت فيها قصيدة، ولا تقل لي قلها الآن لأنني لا أذكرها. جميل، لن أطلبها منك. أكمل يا حسن. قسطون تلك العروس في وسط منطقة الغاب، تابعة إداريا لحماة، محافظة حماة. بيئة ريفية رائعة ماتعة، أبية وعاصية على الطغات أيضا، ولك ولي فيها حكاية كثيرة. هي الرحم الذي تربيت فيه. أحسنت، أحسنت يا حسن. وستظل حماة وكل سوريا عصية على الطغاة، وإنما الزمن ما هو إلا رعشة ثائر. فإذا انتهى هذا الألم، جاءت شمس الأمل محملة بكل الأحلام واقعا لا خيالا، وزال الطغاة وتبددوا تماما كما يتبدد الضباب في صباح يوم ربيعي. إلى القصيدة قبل الأخيرة، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة يا حسن؟ قبل الأخيرة أقول: لا أقتبس. نعم. فأنا اكتفيت بأحرفي، وأنا اكتويت بمعزفي، وقصيدتي أم المتون تسمرت، وشرحت آهات الرقيم بأدمعي، وتبعثر العقد الفريد لأجلها وتبعثرت. لا أقتبس، ما حيك للتاريخ في ريعانه،
ماشيع للجوزاء عن أشجانه ما قاله البحار في شطآنه ما غرد القرآن في أسماعنا ويمكرون ويمكر أو حدث الإسناد عن أوجاعنا لا تقطع لا تقتل لا تغدر فأنا الثري بسكرتي لا تقطع لا تقتل لا تغدر فأنا الثري بسكرتي وأنا المليء بنكبتي وأنا الفصيح بغفلتي وأنا الطريد بحرقتي يا الله. وبحرقتي أضرمت وكر الموبقات تمرداً وكشفت ساق العابثات تهجداً وهي الرشيقة زفرةً قد أوغلت وتكاثرت وتسجرت لو صح أني قد سمعت للحظة ما قد خبا بعباءة الأطلال لم أقتبس لو تم أني قد علمت لطرفة ما دسه الباغون فينا غيلة في رعشة الإجفال والإقبال لم أقتبس لا لن أقتبس حتى تثور قصيدة أذكي بها شمسا تزاور ذلة ولن يقال تخدرت لن أقتبس إني أقيم قيامتي وأحيك خارطة الوجود قصيدة الآن قد علقت في أوزانها قمما تثير مهابتي الآن قد جاوزت في أركانها أمما تدين وصايتي لن أقتبس وسأحبس الغزلان في إرجافها وسأحرق الأشعار في أوصافها كي لا يقال تكلفا إن القصائد كورت. الله عليك يا حسن، جميلة هذه الاستنطاقات وهذه التناصات القرآنية و هذا الاندماج الأصيل في الروح الدينية تطلعا إلى أمل حقيقي ينبثق من بين ثنايا أوراقك التي تشع أملا وحياة. حسن، الآن سأسألك سؤالا غريبا إلى حد ما. بعد 5 أو 7 سنوات أدبا وشعرا إنسانية وفكرا، أين تتوقع أن يكون حسن قنطار؟ أو كيف تتمنى وترجو أن يكون؟ الحقيقة هذا سؤال حساس ودقيق، وأنا يعني كما يقال يجول في خاطري دائما إلى أين يا حسن وماذا ما هو الأمل المنشود. نعم. حسن كان ويكون وسيكون الولد البار لقضايا أمته ولن يحيد عنها أبدا، فأنا أجدني في أحضان أمي الوطن. هكذا يكون الحسن يا حسن، وأحسنت بهذه الإجابة قولا، وأرجو أن تتاح إليك كل الوسائل التي تعينك على تحقيق هذه الإجابة عملا لا قولا فحسب. إلى آخر القصائد في هذا لقاء العذب من بيت القصيد، ما هي خواتيم قصائدك التي ستقرأها علينا هذه المرة؟ تفضل، لك المنبر. أنتم أصحاب المنابر أستاذي. أقيل عثرة الأحلام عني. نعم. فما عدت المقامر بالتمني. جميل. وما ليلي بليل أحتسيه ولا صبحي يقابل بالتثني. الله الله. وهذه الحال تركلني حثيثا لأيام عوين فآلمني وأسقى الآه جمرا بعد جمر وفي الزمن المعربد ساء ظني تسامرني اليراع لذات شدو ويسكر من لعاب الحلم دني وتأسرني القصائد عند صحو فأعتاد التمرد حيث إني وإني تاج طلاع الثنايا
ويحسدني الفرزدق وابن جني. الله. ألا يكفيني عيش الذل دهرا وذي الأوداج من ألم تغني؟ ألم تسبى البنات الحالمات وأقبية الطغاة تلوك فني؟ مزنجرة الطباع تدوس حلما وضارية حكومة من أغني؟ أغني الشعر من نهب الديار ولو كلبا عويت له يثني. فلا عذرا أجاملكم لهذا، أقيلوا عثرة الأحلام عني. أقيلوا عثرة الأحلام عني، عودوا بالواقع الطيب الذي يستحقه كل سوري على هذه البسيطة، وكل عربي وكل مسلم وكل إنسان صاحب قضية عادلة لابد أن تنتصروا يوما ما، فإن للظالم يوما وللعدالة كل الزمن. حسن، في سؤالي الأخير إليك كلمة أخيرة عنوانها أمانة الكلمة، وهي رسالة مفتوحة إلى كل المعنيين بالأدب، ماذا يمكن لك أن تقول في نهاية هذه الحلقة من بيت القصيد؟ تفضل. ختاما أقول إلى من يهمه الأدب، لا إلى من يهمه الأمر فقط، إلى من يهمه الأدب، لا تكن متحيزا بشلليتك المقيتة، فإنك تهين الأدب في حين أنه قمة نعلو بها ونشمخ إليها. أحسنت يا حسن. الأدب جماع حمال، فما كان عندك فضلة كان عند غيرك عمدة. أرجو من جميع الألوان أو الأرباب الألوان الأدبية أن يكونوا بنائين في طريق واحدة، وإن اختلفت مشاربنا فنحن أمة واحدة وأدبنا رسالة واحدة وخالدة أيضا. طبت يا حسن بهذه الروح الإيجابية المشرقة بكل ود ومحبة، وأثني على رأيك مؤيدا ومعززا كل ما جئت به من نصح سليم. في ختام هذه الحلقة ظل أن أشكرك حسن قنطار من سوريا، للأسف مر الوقت سريعا. شكرا لك مصطفى، وشكرا لقناة الرافدين ولجميع من يتابعنا ويشاهدنا عبر أثير هذه القناة التي نألفها ونحبها ونحب برامجها الهادفة البناءة. شكرا لكم جميعا. طيب الله أوقاتك وجمعنا على خير في مثل هذه الحلقة عيانا هنا قريبا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.